السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة رشيد. اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو مختلف على دوك اللي دازو. هذا فيه أفكار، يعني أفكار مختلفة شوية على دوك اللي دازو أصلا. المهم اللي في هذا هو أنه هي شريجة ديال الخلف، كيف تتشوفوا هذا هو الشكل ديالها، ديال هذا الماطر اللي هما جداد سي 50 وغازي الله، وهاد الماركات جداد. كيف تتشوفوا هذا، هذه هي شريجة مضروبة ويعني ناقصة شوية، وغادي نبدل لها الجوان ديالها على غلاف جديد. هاد الغلاف اللي غادي نصاوب غادي ندير ليه واحد كوردون. وكيف تتشوفوا هاد البياسات هادو هما اللي شدو قدامكم، هادو هما اللي كيشدو الشريجة من الخلف، وناقصين غادي نبدلوهم بوحدين اخرين جداد. هما هادو هما كيف شتوهم، يعني غادي نبدل هادو بهادوك جوج. هادشي اللي كاين فهاد سميتو في المقدمة. المهم غادي نمشيو دابا نحلو الشريجة بهاد الشكل هذا ببساطة، يعني عادي كيف الخدمة اللي كندوز، يعني بنفس الطريقة نفس الشكل نفس السيناريو. المهم هو أن كل شرج كنديرو إلا وراه فيه فكرة، يعني ما غاديش نديرو بحال اللي أي واحد داز راه تيكون اختلف عليه الآخر اللي تابعو. هادو هما البياسات اللي كيشدوه، كيف شتو هما مسدين، يعني واكلين العصا وشربو الما بزاف، فيهم صدا بزاف، يعني راشين. وما غادي نحيدهم اول حاجة، هادو هما اللمسات الاولى، يعني غادي نحيدهم وغادي ندير جوج جداد. هما هادو نقيو بهاد الشكل هذا، نحيدو من هاد الشي مع الصدا و التراب، نسوسو واحد شوية. من بعد كناخدو هادي كنحلو ليها واحد الفران تيكون في الراس. التركاب ديالهم باين بسيط، يعني كيف كانوا الاولين غادي ترد الاخرين، يعني نفس الطريقه ماشي شي حاجه صعيبه، يعني عادي الخدمه ديالهم. هذا نوع ديال الشريجات، واخا كيبانو مبسط وداكشي، ولكن الا بغيتيها تكون في واحد الشكل مزيان وداكشي هكا تطلب واحد شويه الدقه في الخدمه وداكشي، لان الخدمه ماشي بحال بحال، كل ويديه كل عينيه عينيه، يعني الميزان ديال عينيه كيختلف من واحد لواحد، وكل والمقاييس ديالو كيفاش تياخدها، داكشي علاش غادي يكون الفرق. ممكن نسرحو هاد السلك هذا مزيان اللي هو فران ديال هذيك البياسه، كنسرحو مزيان باش يدخل من ديك العين ديال هذيك البياسه، راه فيها واحد العين، يعني تنجمع ليها ديك السليكات تاولها باش نحلهم من بعد. يا راه باينه خدمتها باينه، هاي كنسرحهم دابا تنطرقهم فوق هاد الحديده هادي. المهم كنخشي هاديك من الداخل بحال هاد الشكل هذا عادي، كنخشيو هاد الفران بواحد التقيبه بحال ما هاد الشكل هذا. هاهو دخل هكا، وكنحلو هادوك جوج سليكات، واحد السليك تتجرو اليمين واحد اليسر، وفي الراس ديالو كاينه واحد العوينه كتحصل تما. كنحلو تاني هاد السليك هذا، واحد يمشي اليمين واحد يمشي اليسر. صافي هانتوما كيف تتشوفو، هما طوال شويه كنقبضهم كنقطع منهم واحد شويه تنقصهم. هانتوما شتو، صافي هادي هي مشات، يعني لصقتها. دابا نمشيو للثانيه، يعني كيف العاده بنفس الطريقه نفس المراحل، يعني عاديه. المهم صافي احنا دابا كملنا هاد الخدمه هادي. المرحله اللي تتواليها هي ان نبداو هاد البونج هادي ديالها، انا قراتيو منها واحد جوج سنتيم على هاد الشكل، لان السيد اللي بغاها هو بغي ينقص من العرض ديالها، السمك ديالها شويه عاليه وبغي ينقص منها، بغينا نهبطوها شويه بواحد جوج سنتيم هاد الشكل هذا. كناخدو هاد المنشار
وتاخذ العبار، يعني العبار اللي كتقطع ما يحاولش، حاول ما امكن تاخذ العبار اللي ما تخرجش للداخل، لان الداخل فيه واحد الثغرات، كاينين شي حفاري تما وشي ثقاب، الا حفرتي بزاف غتخرج ليهم. يعني انت ناخذ العبار اللي ديجا كنخدم به، لان انا تنعرف تقريبا شحال ناخذ. هانتوما كيف تشوفوا، تضرب القنيط بربعة، تتم غادي القنت بالقنت بالقنت، تتراسي على داك الخط اللي درتي، ديك الساعة كتم غادي بالعبار، تتقطع مزيان مع بورة متقونة بحال إلا قطعتيها بشي مادة شي آلة. المهم هانتوما كيف شتو، راه مع بورة مزيان. هنا كي قلت لكم لتحت كاينين هاد الثقاب هادو، هاد الحفاري، شتيت انا ناخذ القياس باش ما نوصلش هادوك الثقاب. دابا غادي ناخذ واحد شويه البونج رقيق، يعني ديال تقريبا واحد 3 المليم ولا ما عرفتش شحال فيه بالضبط، 3 المليم داك الرقيق كاع، نص سنتيم تنقول هنا نص سنتيم. تناخذ هذاك، الدور ديالو هو انه كيفيني ليك الوجه، يعني هاد الفينيسيون ما تبقاوش، هادوك ديك الحروش هي اللي كاينه في هذاك البونج كتمشي. وغادي تشوفوا في النهايه بان كيولي فيني مزيان، ما تيبانش العيب باقي. هاد البونج هذا خاص بعيب الفينيسيون مثلا بحال هاد الشكل هذا. المهم هادي مرحله ثانيه، يعني المرحله الاولى كنلصقوا فيها دوك البياسات، المرحله الثانيه كنقراتيو هاد البونج بواحد جوج سنتيم صافي. هذا هو المهم في هاد المرحله. تنمشيو لهاد المرحله هادي، كناخذو هاد العبار هذا كنقطعوه على هو فيه ثلاثه الاجزاء، يعني ثلاثه الاجزاء هما باش غادي نخدم ان شاء الله، يعني بلا ما نحتاج ندير العبار ديالو ولا شي حاجه، غادي ندير هاد العبار بالضبط وغادي نوريكم كيفاش غتخدموه. المهم كتقطع الجزء الاول، الجزء الثاني والثالث هو الاسود الرئيسي، هما هادو. نمشيو للمرحله ديال الفصاله، تنجيو كنحطو هاد العبار اللي في الخلف هو هذا، كنتقل عليه بدوك التقالات بحال هاد الشكل هذا، كنتقل عليه باش يعطينا عبار مضبوط. كنجي لهاد ديال الخلف تا هو كنتراسي، ولكن هاد العبار وهاد التراساج هي مؤقت، يعني باقي غادي نضبط اكثر فاكثر، لان العبار ماشي تعتمد على هادوك القياسات، نظرا لانهم هما مديفورمين نسبيا مع قاسحين يابسين، يعني فاش تحطو ديما تيكون فيه واحد الاعوجاج. هانتوما كيف تشوفوا، يعني ما تيتحطش هو بلام قاد، يعني كتحطو ولكن تيكون شويه عوج. انا كنعاود نسيد داكشي مزيان، تناخذ وتنزيد شويه في العرض وشويه في الطول باش داك العبار ناخذو، لان هذاك اللي غادي ناخذ انا اصلا قابل للتيراج، يعني يمكن يتزاد في الطول والعرض ديالو على هذا اللي اصلا هو قاسح وميت. المهم كنتراسيو بهذا الشكل، كنحول هاد الثقالات للجهه الاخرى، كنتراسيو الجهه الاخرى هكا، وتتستمر في عمليه التصميم، عمليه الرشم ديال القياسات. واخا كنتراسيهم انا كنقطع النص وكنتني وكنعبر النص الاخر باش يكونوا الواجهتين بحال بحال، كنحيدو هاد الجنب بحال هاد الشكل هدا، كنقطعو هاد الجزء هدا، كنتراسيو هاد الجهة هادي بالدقة، يعني كنضرب واحد النص. هانتوما كيف شتو، دابا ضربت نص وخليت نص، يعني النص الاخر غنتراسيه بهداك النص ديالو نيت باش يطلعو ليا متساويين، لأن التساوي كاين في التماثل، كاين التماثل هو اللي كيعطي هادشي مضبوط. أي حاجة كدير لها تماثل محوري أو مركزي أو بحال هاد الشكل هذا، تتعطيك الصورة مضبوطة. هانتوما كنحطو على هدا، تندير واحد تجربة تمهيدية، تناخد بها واش داكشي مضبوط ولا مدقق بحال هكا، كنديرها كابتية وكناخد بالعين، كيبان ليا بأنه راه متساويين، واحد ما يكونش طالع فوق الآخر، واحد ما يكونش طالع فوق الآخر، يكونوا مقادين، لأنهما بحكم أنهم باقي جداد، يعني هاد
اللون الاحمر مع اللون الاسود باقي هما في الاصل ديالهم جديد، يعني قابل للتيراج، ويعطيونا داكشي اللي غادي نقدر نزيده. تنزي ولا هنا كنحطو هذا الشكل هذا الثوب بهذه الطريقه. هانتوما الا رديتو البلا مساويين، هانتوما قد قد، يعني هادو خديت لهم العبار ديالهم، كندير لهم المنتصف ديالهم بهذا الشكل هذا، باش تكون الخدمه ديما منتصف مع المنتصف والدمغه هادي، كلشي غادي يكون مدقق ان شاء الله. من بعد ما كترسم هكا راه المرحله اللي كتجي هي الكوردون. الكوردون ما غاديش نديرو عادي، غادي نخدمو انا يعني تنخدمو بيتي الطريقه ديالي. المهم كنحطو هادو في الجانب، كنساويو هاد نسبيا، نشوف واش باقي. هانتوما كيف تشوفو، ها مضبوط، هانتوما كيف تشوفو، ولوسط هو لوسط، هانتوما كيفاش شتي الجهة الأخرى، المنتصف راه مطراسي مضروب بالمقص، هانتوما كيف تشوفو، هادا تا هو مساوي مقاد، ها هو لوسط ديالو راه هو مضبوط، مفيش نقاش. هذا تا هو هو مساوي كيف تشوفوا، هو قد قد شفتو، يعني ما فيهش ما تنقص ما كاين ما تزيد. هانتوما كنجيو لهاد المرحلة هي ديال الخياطة. اول حاجه غادي نصاوب الكوردون هو هذا، تنديروا هذا القنب، هذا قنب رطب، يعني تحاول ما امكن ديما الكوردون الا كان رطب تيكون احسن، يكون شي حاجه واقفه بزاف تتكون عاصيه. كل حاجه عندها بلاصتها، الكوردون تا هو يكون يعني يكون مزيان، ما يكونش شي كوردون يكون معاصي، يكون مرتاح يعني في الخدمة ديالو، يكون ساهل الخدمة كتكون تاعي سهلة. من بعد ما تنكملو الكوردون بهذا الشكل هذا، كناخدو اش كنديرو ليه، هاديك الباندا اللي كناخد تنجيب فيها الكوردون كندير فيها تقريبا واحد 3 سنتيم هكاك، ولا كنجي لهنا كنسييها مزيان، كنعاود نسييها، الشوكة مضبوطة، شوف الخياطة مزيانة، يعني خدمة متقونة. تنجي هنا كنسيي هاد الباندا هادي بهذا الشكل هذا، تنسييها باش تكون مزيانة، متكونش عوجة ولا شي حاجة، حتى في الخدمة كتكون مزيانة متقونة، يعني كل حاجة كتعطيها المقاييس ديالها. هنا كنجيو كنضرب واحد 3 ضربات ولا 4 بحال هاد الشكل هذا، هادوك الضربات باش يدور هداك الكوردون في هاديك الدورة، يدور مرتاح. تضرب غير داك، ماشي تضرب في البلاصة اللي فيها القنب، تضرب غير الحافة ديالو، هاديك الحافة اللي تدوز عليها الماكينة البلاصه هي اللي كتشقها بالمقص، ضرب واحد 3 الفتحات 4 في كل دوره، يعني البلاصه اللي فيها الدوره فاش كدور تما فين تضرب الضربات 3 الضربات ولا 4، تعاود تزيد لقدام فين ما دار الكوردون كتحاول تضرب، الا كان غادي مسانتري في طواله وحده مستقيميه بلا ما تضرب. بحال هنا ثاني، هنا كاين واحد المنعرج هو كيف تشوفوا دوره، يعني الدوره كنضربوا فيها 3 الضربات ولا 4 مشيو النهاية مباشرة. كنجيو للجهة الأخرى، هادي هادي باينة، يعني ديري شي ضربات خفاف بعاد على حساب نسبيا دائري واحد شوية، يعني دير ضربات من بعدين، يعني في المسافة كلها دير 4 ضربات ماشي مشكل. من بعد ما كتخيط الخياطة الكوردون، كتجي هاد المرحلة ديال الجزء الخلفي والجزء الأمامي.
تتعتمد على المنتصف ديال كل جزئين وتتلقيهم بهذا الشكل، كتم غادي غادي بعلى كتا توصل الراس ديال هذاك الجزء وتبدأ من الأول. هنا المسافة قريبة ماشي مشكل، تكون سهلة باش تعبر بهذه الطريقة. بالنسبة للناس المبتدئين يستعملوا بنفس الطرق اللي كنخدم عليها، يحطوا داكشي كيف بغاو. المهم كتحيد هذا الجزء هذا هو كملناه، هانتوما كيف تشوفوا ردوا البال، يعني كوردون تيبان لك مضبوط 100%، ما فيهش لعيب، ما فيه حتى شي بلاصه اللي هي تبان لك فيها شي عويجاج ولا فيها شي حاجه ماشي هذيك. الخياطه متقونه داخله، ما كتبانش مع لابره الكوردون، تيبان الكوردون مزير، لان الخياطه الا كانت داخله لداخل على الكوردون راه كيخرج بزاف وكيولي تيبان ماشي تالعه. هذه ملاحظه، ديما الكوردون دخل جهته باش ما زهرتي عليه، باش ما راه تيولي هذيك الخياطه اللي كتكون في الكوردون تدخل موراها لداخل، يعني كل ما دخلتي موراها ما غاديش تبان لك على برا، ولا دخلتي ولا خرجتي على برا ولا دزتي كاع فوقها غادي تقدر تبان لك. خصك تدخل تزير الداخل باش يدخل، نفتح الجزء قريبه لذاك القنب، يعني تحاول تلصق معاه مباشره، ديك الساعه غيبان لك الكوردون على برا فيني مزيان. انسان غير يدير التجربه الاولى، التجربه الثانيه، التجربه الثالثه والرابعه، وراه غيبان ليه الفرق وغادي يبدا يستافد وغادي يعرف كيفاش يخدم داكشي. هانتوما كيف تشوفوا ردوا لي البال، هانتوما اخوتي راه داكشي مضبوط، هانتوما بالعين غيبان لكم، هانتوما شوفوا غنقربوا لكم غيبان لكم مزيان من بعد. هانتوما دابا تشوفوا، ها شوف شتي مزيان باينه. كنجيو لهاد المرحله ديال المونتاج اللي غنلصقو فيها الغلاف، ها هو كيبان لكم مزيان بانه راه غادي ميزان، كاينش فيه العيب ولا شي حاجه، ها الشوفه كتبين لك من بعد. ها نتوما شفتو مزيان، ها هو راه باين ما كاينش شي عيب ولا شي حاجه. ان الكوردون هو اللي كيزيد واحد المنظر، ولكن كل واحد وكيفاش كيبغي الحاجه، يعني على حسب كل الذوق ديال كل واحد. الكوردون كيجي فشي حوايج مزيانه وكاين شي حوايج كتجي فيهم غير خياطه اللي كندير في الفيديوهات السابقه كتجي احسن تاعي، لان كل حاجه عندها بلاصتها. الكوردون تيجي مزيان في كوسان الطوموبيلات، يعني كوسان السيارات راه كيجي فيهم واعر. هانتوما كيف تشوفوا دابا هذا المونتاج ديال سميتو راه عادي، يعني كتقفير دوك ربعة البلايص، كتقفى دوك ربعة البلايص اللي فيهم الخياطة، يعني ربعة جوج القدام جوج اللور، وتبدا تستمر في عملية المونتاج. هنا كتيريا كبعد الشكل هذا كتجبد بعد من الداخل على برا، وكتضرب خمسة ضربات ولا ستة، يعني في المونتاج ديالو ساهل ماشي شي حاجة صعيبة. هانتوما بنفس الطريقة كتيري بيديك هكا بشوية وبالفن، كيبان لك بأن راه داكشي هو هداك من خلال الحركات. هانتوما شتو دابا الشريجة ناضية، اللهم بارك، هاهوما كيف شتو راه زعما ما فيهاش لعيب، شوفها من الخلف. هانتوما شوفو مزيان بأن راه مضبوط داكشي، ما فيهش شي حاجة خاصة ولا زعما، اللهم بارك ناضية. هانتوما كتشوفو كتجي واحد المرحله اخرى، كنحاول نصبغ فيها هذيك داك القاع ديالو موسخ. هانتوما كيف شفتوه تجي المرحله كنقبض واحد شويه الصباغه، هذه صباغه جلديه ولكن هي فيكساسيون كتشد في هذا البلاستيك وداكشي وكتنشف في البلاصه، هي صباغه فيكس، تنقولوا احنا صباغه فيكس،
وكنخدموا بها بهذا الشكل هذا باش تولي الشريجه ناضيه نقيه، يعني الصوره ديالها مزيان. وانتم الخوت كي تشوفوا ما تنساوش تشاركوا في القناه وتدير لايك للفيديو ويوصلكم الجديد ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين، وتبارك الله عليكم والله يسر الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.